هدد مسؤول نادي الجونة نظرائهم الإسماعيلي اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتأخرهم في إرسال تمن صفقة لاعبهم السابق محمود الشبراوي وقدرها 3,500,000 جنيه. أبدى الغاني ياو أنور مهاجم الإسماعيلي ارتياحه الشديد لإفراج الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بطاقة اللعب المؤقتة بعد تجميدها دون سبب مقنع، وحرمانه من اللعب مع فريقه مباراتيه الأخيرتين أمام الأهلي وغزل المحلة بمسابقة الدوري المحلي. أصبح لاعبو الإسماعيلي يخشون من عصبية مدربهم الأسباني خوان كارلوس جاريدو عند ارتكاب أي أخطاء لهم في التدريبات أو اللقاءات الرسمية، حيث يقوم بتعنيفهم بشدة ويرغمهم على تصحيح الغلطات باتباع تعليماته الدقيقة حتى لا ينزل بهم العقاب ويحرمهم من المشاركة في المباريات. قرر لاعبو الإسماعيلي الاحتفال بعيد ميلاد المدافع التونسي حمدي النجاز 30 في ظل روح طيبة تفرض نفسها على أبناء الفانيلة الصفراء الذين يحترموا ويقدروا بعضهم البعض في جميع المناسبات.